استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية سعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. وخلال الاجتماع الذي يأتي في إطار اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة جرى استعراض لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وفي مقدمتها تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين. كما تم بحث عدد القضايا ذات الاهتمام المشترك من واقع حرص البلدين على الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وقد حضر الاجتماع الوفد المرافق لسعادة الوزير جيمس كليفرلي وعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين.